وهلا حديث البلد مع نازك عابد. دكتور نازك أبو علوان عابد، أنت مربية وأديبة لبنانية، صاحبة عشرات المقالات الصحفية الفلسفية والوجدانية، وأنت ضيفتنا الليلة بحديث البلد لنحكي عن إصدارك الأخير صلوات في هيكل الروح. دكتور عابد، هالكتاب هو الثالث لإلك بعد شجرة الجوز والمزار، وبتقولي بتقديمه أبعاد ذات اختزنتها صفحات متناثرة عبر يوميات ومفكرات، ضم بعضها كتاب صدر ويتلقفها آخر هو هذا ويبقى ما يزيد. اليوم قديش الاشترار من مخزون الذكريات هو مصدر غنى لكتاباتك ولهالكتاب بالذات؟ لا شك أنه الذاكرة بتمدنا كتير بعناصر نقدر نكتبها ونقدر نحكي عنها. نعم. بس الكتاب عدة فصول، يعني فصل الوجدانيات ما في يقول أنه فصل الذاكرة. نعم. يعني كانت خواطر وانخطاف تلقائي، لقاء مثلا منظر بالطبيعة بقربك إلى الموارئيات أو إلى الله، ولكن الجزء الاجتماعي لا شك أنه من مخزون الذاكرة. نعم. مخزون الذاكرة غني كتير، ذاكرة الإنسان عمر تاني عن جد عبر مستبقي الماضي من الأيام، عد قصص استرجعتها وكأني من خلالها عم بتحدى مرحلة العمر. أكيد، وقلت كلمة كتير حلوة، قلت يمكن نتحدى العمر بالرجوع إلى الوراء وبالرجوع إلى الذاكرة. هالكلمة بتذكرنا بأغنية لسيدة فيروز كنت محضرتها، بس إجت كلمتك مطابقة عليها، خلينا نسمعها سوا. رديني ضحكات اللي راحوا، الذكريات فيها ترجع الضحكات اللي راحوا؟ ما بعتقد في شيء بيروح، يعني حتى اللي غابوا عنا بضلوا بضميرنا، بضلوا بفكرنا، بضلوا بوجداننا، بضل كلماتهم فاعله. انه الوالد انا فقدته من عقود، بتعرف من سنه 58، بس بعده كثير موجود ب يعني بتفكيري، بتاملاتي، حتى بارتدادي على ذاتي، كانه نبه عم يردع انه هيك هو بيريد، بدي ضلني عند حسن ظنه رغم انه ما عاد موجود من مديته، يعني بس موجود بوجداني، ما في شيء بيروح. دكتور عابد، جمعتي بهالاصدار كتابات متفرقه لإلك خلال حقبه زمنيه بتمتد بين 1962 وال 2012، وبنشوف باسفل عدد كبير من النصوص ملاحظات بتوردي فيها تاريخ كتابه النص والمناسبه اللي كتب فيها، وهيك بتتنوع الكتابات بين رسائل لاخ او اخت او قريب، وبين محاضره جامعيه او مقاله صحفيه كتبت لمناسبة معينة. صلوات في هيكل الروح موجود الليلة معنا. صلوات في هيكل الروح، كتاب وجداني اجتماعي للدكتورة نازك أبو علوان عابد، صادر بطبعته الأولى 2013 وموجود اليوم بالمكتبات.
نازك عابد بتوزع كتابك بين النثر والشعر، رغم انه الاول هو الطاغي فيه وبتألف من 7 فصول رئيسية بتكرس نظرتك الروحانية الصوفية تجاه الحياة والوجود، وبضم صلوات وتأملات وقصص من الواقع والمجتمع، الهدف منها أخذ العبر، بالإضافة لنصوص بتوجه فيها تحية إلى روح المعلم كمال جنبلاط. بصفحة 228 بتقولي: 16 آذار يوم صعقت فيه لمقتل الأولياء القديسين، ذهلت وكأني انسلخت عن الكون بأسره، ليواجهني ولدي مطالبا: أماه هل فقدت الشعور بوجودنا؟ أجيب: كفى، لا تسأل، وأنفجر باكيا. وكان آذار 1979، والابن السائل يقضي في حادث سير، ويسألني أحد الأصدقاء عن حالي لأقول: اطمئن علي، إن التي تحملت غياب المعلم يمكنها تحمل غياب ابنها. وأدركت أنه يسكن نبض قلبي والأغلى في حياتي. اليوم بعد 36 سنة على اغتيال كمال جنبلاط و34 سنة على موت ابنك هشام، ابن 16 السنة، بحادث سير، أي خسارة كانت الأقصى بالنسبة لإلك؟ طبعا أنا أم، والأم عندها وجع دائم إنه لما بتفقد ابنها. بس إذا بدنا نحكي خسارة بعمق الخسارة وبكبر الخسارة، بعتبر ما في خسارة بتعادل خسارة كمال جنبلاط. يعني وخصوصا كل ما هالزمن عم بيتقهقر لورا، عم بيضيع إنسانية الإنسان. دائما نفكر لو كمال جنبلاط موجود كان عنده كلمة حاسمة، كان عنده طلة إنسانية، كان عنده كلمة كفى. انتبهوا لحالكم. يعني بقى خسارة كمال جنبلاط هي الأكبر بصراحة، حتى كأم. يعني خسارة خاصة، خسارة شخصية، هشام حبيبي، بس خسارة كمال جنبلاط، خسارة وطن، خسارة أمي، خسارة الإنسانية بمجملها. نبيل دفريش، كنت عم تحكيني عن كمال جنبلاط تحت الهواء. أنا شخصيا يعني كمال جنبلاط ما كنت بعرفه، يعني وقت اللي قتلوه كان بنص الحرب الأهلية، وأنا كان عمري تقريبا 22-23 سنة. ما كنت افهم بعد مين كمال جنبلاط. نحن كنا من جيل كانوا يقولوا كمال جنبلاط ضدكم، بس مع الوقت حتى فهمنا، خاصة بعدين وقت اللي خلصت دروسي وبلشت اشتغل وبلشت شوي اتعرف على ناس سياسيين من دون ما انا اعمل سياسة، من جميع الفرقاء، ان كان بمنطقة البقاع محل ما كنت مثل ما بقلك، اما بمنطقة الاشرفية اللي كانوا متخصمين، كنت شوف قديش رؤية كمال جنبلاط كانت مهمة للبلد ووجوده كان مهم. وكل ما الأيام تقدمت وكل ما عم نشوف شو عم بيصير هلأ، عم نفهم ليه قتلوا كمال جنبلاط. صح. رجعت العصفورة تعشش بالهرمين، والسوسنة رجعت تزهر من جديد، اجت الشتوية تجمعوا العشاء، رجعت المدارس أطفال وتلج عيد، وطلع السماء ومد جناحه، بس اللي راحوا راحوا. دكتور نازك، بالفصل الثاني من كتابك وتحت عنوان تأملات في واقع ومجتمع، بتروي قصص من الواقع عن حكايات صادفتيها وأثرت فيك، وبتعالجي فيها أفات بالفرد والمجتمع مثل التكبر، التعدي، الظلم، الجشع، الحسد والجهل وغيره، وقديش في منا هالأيام. فردت لهالفصل الجزء الأكبر من كتابك، شو الأمراض اللي أكثر شيء تستفزك بمجتمعنا؟ سمونا مفروض نحكي عن مصدر الأمراض. في جملة قيلها المعلم، طبعا المعلم الكل بيعرفه كمال جنبلاط، بيقول: الأنانية مصدر كل دنس، أو الذاتية مصدر كل دنس. بالنتيجة هيدي المرض الكبير يلي بيستفزني، لأنه الحقد نتيجتها، الحسد نتيجتها، الكره، الحروب، التكبر، الاستقطار، كلها نتيجة الموقف الذاتي الأنانية يلي حب الذات تطغي، وحب الذات. تمام.
دكتور عابد بدي اقول انه توقيع كتابك صلوات في هيكل الروح راح يكون ب 8 اذار المقبل، يعني علاقتك بهالشهر حزينه وحميمه جدا، ب 8 اذار المقبل بالمكتبه الوطنيه ببعقلين، وب 12 الشهر بمعرض الكتاب بانطلياس. نحن كنا فضلنا، انا كنت فضلت يكون ب 14 اذار بس بس ب 14 ما بدنا تتضارب معكم بالتواريخ. شكر للمكتبه الوطنيه وشكر لمعرض انطلياس الكتاب كمان. يعني اكيد اللي رح يقرا هالكتاب رح ينهل منه ورح ينهل من خبرتك بالحياه ومن فلسفتك ومن العمق الموجود فيه. شكرا. دكتور نازك عابد رح نعمل لك انترفيو ان شاء الله تحبيه. نازك عابد وانترفيو سفينه نوح. نازك عابد، إجا الطوفان وعندك سفينة، إذا بدك تخلصي حيوان واحد، أي حيوان بتخلصي؟ مراعاة لشعور إخواننا الهنود، بتعرفي تأثيرهم فينا. البقرة. البقرة، لأنه بي 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 بيجلوها يعني. إيه عندي بقول لها فضل عليها أكثر من أمه. صحيح. البقرة كريمة. صحيح يعني. أنا بعرف جارتنا بقرة مش كريمة. كتاب واحد، أي كتاب بتخلصي؟ ما بعرف اذا بتسمحي لي ادمج، بدمج كتاب مرداد لمخائيل نعيمي مع كتاب ادب الحياه لكمال جملاط، بعمل منهم كتاب واحد وبحفظ. اله موسيقيه واحده. العود وحنوبه. العود. العود. وثيقه تاريخيه واحده. في وثيقه الامم المتحده شريعه حقوق الانسان، بس بتمنى لو كانت عم تتنفذ، يعني ما تبقى بس نصوص يعني وكلمات. وبضل في عنا امل مثل ما قالوا السيدة ان شاء الله. سوفينير شخصي واحد. وردتني رساله من حفيدتي كانت بنت 7 سنين وما قدرت شيلها من حقيبتي ابدا ابدا. نازك عابد بدي اقول انك جيتي برفقه بنت خيك فرح اللي معلقه فيك كثير وهي موجوده بالكواليس معنا مع صديقتها آية. بدي ارجع اذكر انه توقيع كتابك ب 8 اذار بالمكتبه الوطنيه ببعقلين وب 12 اذار بقصر اليونسكو. شكرا كثير لوجودك معنا وان شاء الله يعني بننهل اكثر من هالكتب العميقه اللي عم تكتبيها. نبيل دفريج شكرا كثير لوجودك معنا. انا بتشكرك على طول القعده واليوم خاصه رقصنا، شو بدك احسن من هيك؟ رقصنا وكان في جمال وكان في وجدانيات وكان في من كل انواع الجمال يعني بهالحلقه. رايح تارك معك الكتاب، اخذ معك كتاب نازك مع انه ما بقرا كثير بس رح بقرا علي بقرأ. علي الله حب بقرا رح بقرا رح رح اطلب منك كمان انك ترفقها وتكون في الشرف لانها مرتبطه ومضطره تترك كمان الشرف. شكرا كثير. شكرا لك.